تدريجيا تعود الحياة خلسة إلى جزيرة سقطرى. هنا في العاصمة حديبو يقاوم الأهالي نقص الغاز المنزلي بالحطب، أخطر الوسائل تهديدا للتنوع الحيوي في الجزيرة، لكنها الوسيلة المتاحة أمام الناس في محافظة تعاني أزمة انعدام الغاز بعد تعرضها لأخطر كوارث الطبيعة والتجاهل الرسمي منذ فترة طويلة. يقول خبراء البيئة إن الاحتطاب الجائر يهدد الجزيرة المصنفة عالميا ضمن أكثر المناطق غرابة، ويحاول القضاء على ما أبقت عليه الأعاصير. المعاناة في سقطرى لا تشكل حاجزا بينها وبين بساطة الناس في رد الجميل على واجب ليس عليهم أن يقدمونه. المحافظ سالم السقطري هو الآخر ينشط بشكل كبير في محاولة لترميم وإنعاش الحياة في الجزيرة، يستنهض همم المسؤولين ومكاتب المحافظة ويتفقد المدارس. سقطرى التي تعرضت لأخطر كوارث الطبيعة والتجاهل الرسمي تحاول العودة وإن بطرق بدائية، المهم أن تقف على قدميها لتنشط واجهة اليمن السياحية من جديد.